أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. ساعات قليلة وينقضي عام 2015 ويبدأ عام جديد عام 2016. يمضي عام 2015 حاملا بين طياته العديد من الذكريات، العديد من الأحداث، العديد من المنجزات التي تمت بالفعل والمنجزات التي لا تزال قيد التنفيذ على أرض الواقع. اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج همزة وصل في 2015، نقيم حصادا لكل ما تم إنجازه في عام 2015 على صعيد سياسي، على صعيد اقتصادي، وأيضا على الصعيد الأمني. هذه الملفات الثلاثة تحديدا هي على رأس قائمة الملفات الهامة والأحداث التي مرت بنا على مدار عام 2015. ندخل عام 2016 وكلنا آمال وكلنا أحلام وكلنا انتظار لحصاد العديد من المنجزات التي تمت بالفعل. حضراتكم ستشاركوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المداخلات الهاتفية لذكر والإبداء والتعليق في المواقف والأحداث الهامة من وجهة نظركم التي مرت على مدار عام 2015. هذا التواصل سيكون من خلال الهاتف رقم 25 74 33 66. هناك أيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي تأتينا آراؤكم عليها، وهي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، إنستغرام. كل هذه المشاركات وكل هذه الآراء ستعرفنا على المزيد من الأحداث والمواقف المهمة التي مرت بمصرنا الحبيبة على مدار 2015. موضوع حلقة اليوم إذن هو ما أهم الأحداث التي شهدها عام 2015 من وجهة نظرك. بكل تأكيد كما ذكرت، الملف السياسي والملف الاقتصادي والملف الأمني، هذه الملفات الثلاثة أبرز وأهم الملفات في أحداث 2015. قبل أن ندخل إلى موضوع الحلقة ونبدأ الحوارات والمشاركات، دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي على أهم هذه الأحداث. يلملم عام 2015 أوراقه والتي حملت العديد من الأحداث محليا، فلقد شهد العام أهم مشروع قومي وعالمي، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة. هذا الشريان المائي المهم الذي يربط المشرق بالمغرب ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوي للتجارة، حيث اكتمل المشروع بعد عام واحد من تدشينه، وهما يعد إنجازا عظيما. فقناة السويس الجديدة تعد مشروعا عملاقا للتنمية يرتبط به عشرات المشروعات الكبرى الأخرى صناعيا وزراعيا، فضلا عن مشروعات خدمية دولية تجعل من المنطقة الشرقية في مصر مركزا لحركة التجارة العالمية. كما شهد عام 2015 تدشين مشروع 1.5 مليون فدان كخطوة على طريق التنمية المجتمعية المتكاملة، وهو ما يعد خطوة اقتصادية كبيرة لعودة مصر لتكون بلدا زراعيا من الطراز الأول. الانتهاء من استحقاق الثالث لخارطة المستقبل في مصر كان من أبرز الأحداث في عام 2015، فقد أجريت الانتخابات التشريعية لتشكيل مجلس النواب على مرحلتين بنظام الفردي والقوائم في داخل مصر وخارجها في جو اتسم بالشفافية والهدوء. كما شهد عام 2015 أحداثا مؤسفة كان من أبرزها اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات أو محامي الشعب في حادث إرهابي كبير هز الشارع المصري. فيما تتواصل عملية حق الشهيد، وهي من أهم العمليات التي خاضتها القوات المسلحة ضد عناصر الإرهاب في شمال سيناء، مما أسفر عن مصرع وإصابة مئات الإرهابيين. وفنيا شهد عام 2015 أحداثا حزينة كان من أبرزها وفاة الفنان نور الشريف والسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. أحداث كثيرة مرت خلال 63 يوما في تاريخ مصر، منها المؤسف ومنها ما يدعو بأمل أفضل وغد مشرق. بكل تأكيد أحداث كثيرة مرت بنا خلال عام 2015، ولكن دعونا نتمسك بالأحداث التي تهمنا، الأحداث التي تدفع
تجدد الأمل في قلوبنا لنستقبل بها عام 2016. قبل أن نبدأ موضوع الحلقة ونتناقش ونتحاور مع ضيوفنا، دعونا نذهب إلى الزميلة آلاء حامد تعرف على أهم الآراء التي وصلتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي. إليك آلاء. شكرا محمد، وكل عام وأنت بخير. أهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير. افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وانطلاق المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان، الحرب على الإرهاب واكتمال خارطة المستقبل، هذه الأحداث وغيرها رآها عدد من مشاهدينا هي الأبرز في عام 2015. هذا ما يتضح من خلال الأراء والتعليقات التي وردت إلينا عبر صفحة همزة وصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تفاصيل هذه الأراء نتعرف عليها معكم الآن، والبداية مع علي محمود. يقول: من وجهة نظري أهم وأبرز الأحداث هي الضربة العسكرية التي وجهتها مصر على الإرهابيين في ليبيا ردا على قتل المصريين هناك وسرعة الرد. عبد الراضي حجازي يقول: اكتمال شكل الدولة في البرلمان والإنجازات الاستثمارية والصناعية ومشروعات الإسكان والزراعة. أشرف فاروق يقول: أهم الأحداث افتتاح قناة السويس الجديدة مع محاربة الإرهاب في نفس الوقت، وإنشاء أقوى شبكة طرق وحل أزمات المرور للقاهرة الكبرى بتطوير مداخل العاصمة، وأيضا انطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان وافتتاح المرحلة الأولى منه، وأيضا انطلاق مشروع لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة المختلفة وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وتلاحم الشعب في مواجهة الإرهاب، وأيضا إطلاق البرنامج الرئاسي لتثقيف الشباب وتدريبه على القيادة. أما إبراهيم عبد السلام فيقول: أهم الأحداث على المستوى الأمني هو توغل داعش في المنطقة وازدياد قوتها، وأصبحت تمثل تهديدا صريحا على الأمن القومي العربي. أما على المستوى الاقتصادي فهناك حدثين، الأول مفرح والثاني محزن. الأول هو افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، والثاني هو سقوط الطائرة الروسية في سيناء. تعليق آخر أيضا يقول: الحرب على الإرهاب، افتتاح قناة السويس الجديدة وميناء بورسعيد والمنطقة الصناعية، وأيضا موضوع مفاوضات سد النهضة، هذه هي أبرز الأحداث من وجهة نظري. إذن محمد، كانت هذه أول مجموعة من أراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة عبر صفحة برنامج همزة وصل على فيسبوك. ما زلنا ننتظر المزيد لنعود ونستعرض معكم كل الأراء، ولكن الآن عودة لمحمد سليمان. إليك محمد. آلاء حامد، أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام على المشاركات التي وصلتنا بالفعل عبر موقع التواصل الاجتماعي. ذكرتكم بالفعل حصلت العديد من المواقف الهامة التي مرت بها مصر على مدار العام المنصرم، ولكن دعونا نتذكر المزيد من هذه المواقف والأحداث مع ضيوفنا عبر الهاتف. وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، والدكتور رشاد عبدو من المتل المصري للدراسات الاقتصادية. فلنبدأ مع الأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف، بعد التحية، كل عام وأنت بخير. بكل تأكيد هناك المزيد والعديد من الأحداث التي مرت بها مصر الحبيبة على مدار 365 يوما، من وجهة نظرك أهم وعلى رأس قائمة هذه الأحداث أيهم؟ بالتأكيد مجموعة من الأحداث السياسية في المقام الأول والاقتصادية، ربما تكون أحداث القضاء على الإرهاب بشكل كبير وعودة جزء كبير أو شبه كامل الاستقرار الأمني في مصر والتعاطي بقوة مع التنظيمات الإرهابية في منطقة سيناء أحد الأسباب الرئيسية التي نجعلنا نتوقف عند هذا الحدث الأبرز الذي ساعد كثيرا على تغيير الصورة في الداخل المصري وهذا المجتمع الدولي فيما يتعلق باستعارة الديمان المبررة في هذا البلد والحفاظ على الشرعية وعلى مؤسسات الدولة بشكل كبير. الحدث الثاني أيضا يتعلق بالمؤتمر الذي صدر ذكره في شرم الشيخ في منطقة مارس. هذا المؤتمر الذي استطاع أن يجذب أنظار العالم وكان عنصر جاذب للاستثمارات في مصر من خلال 550 شركة. أعتقد أنه كان مؤتمر نال كثير من الحضور ونال كثير من تقديرات المجتمع الدولي، شارك فيه رؤساء دول ورؤساء حكومات وشخصيات رفيعة من المجتمع الدولي، وكان علامة لافتة وبارزة في المسار الاقتصادي والسياسي المصري. أستاذ أشرف، عفوا للمقاطعة، المصريين ينتظرون حصاد ثمار هذا المؤتمر، في وجهة نظرك متى يبدأ هذا الحصاد تحديدا؟ بدأ في بعض المشروعات الخاصة بالعاصمة الجديدة من مشروعات الطرق ومشروعات الاستثمارية، لكن ده نتحدث عن الحصاد الكلي. ربما بعد عام 2016 شهد ترجمة عملية لكثير من الاتفاقيات التي تم التوافق عليها أو عقدها من خلال هذا المؤتمر، بالإضافة إلى إجراء واستمرار المشاورات مع كثير من عواصم الدول التي ساهمت بكثير من الأموال لإمكانية توفير حصار استثماري كثير في عام 2016 وعام 2017، لكن البداية طيبة بالفعل ولدينا نجاحات كثيرة على الطريق طيلة الفترة الماضية في المسار الاقتصادي، آخرها كان بالأمس في
افتتاح او تفشيل مشروع المليون ونصف فدان. ايضا لا ننسى ايضا مؤتمر شرم الشيخ الخاص بالقمه العربيه وعوده مصر لامتلاك زمام المبادره في القياده العربيه وان تكون الرقم الصعب والجوهري في المعادله العربيه والاقليميه. استاذ اشرف كيف ترى مشروع قناه السويس وافتتاح قناه السويس الثانيه؟ في اغسطس في اغسطس قناه السويس وايضا شرط التفريعه وايضا لنص فدان والضبعه وايضا مشروعات الخاصه بالطرق في مصر في المرحله الماضيه، كل هذه المشروعات كانت علامات بارزه واحدى الركائز الاساسيه في عام 2015، اعتقد سيكون لديها ترجمه فعليه وحقيقيه على ارض الواقع. سيجني المصريين كثير من الثمار في عام 2016 لانها تصب في خانه ان هناك بدايه اصلاح اقتصادي طويل وعريض على طريق العوده مره ثانيه فيما يتعلق باحداث نوع من تعزيز التنميه والاصلاح الاقتصادي الشامل داخل مصر. في المسار السياسي اعتقد انك عدت بقوه على المستوى العربي والاقليمي والدولي من خلال عضويتك في مجلس الامن لمده عامين، وايضا اختراق كامل العلاقات المصريه مع كافه دول العالم بما فيها امريكا وبريطانيا والمانيا التي كانت لديها مواقف مناوئه، وايضا الى حد ما كانت لديها خلل في العلاقات مع مصر بعد ثوره 30/6. كل هذه الامور مجتمع لعبت دورا كبيرا في تغيير المشهد على المستوى الداخلي والمستوى الاقليمي. على الصعيد الافريقي ايضا يا استاذ اشرف، الاتحاد الافريقي نجحت في استعاده زمام المبادره بالكامل من خلال استعاده العضويه في الاتحاد الافريقي او منظمه الوحده الافريقيه. ايضا اصبح لديك حضور قوي وطاغي فيما يتعلق بفرض شروطك حتى في فرص صدر النهضه، بالاضافه لانك نلت منصب او مقعد الامم المتحده لمده عامين مجلس الامن تحديدا عبر ترشيح افريقي وتزكيه افريقيه في المقام الاول، بالتالي هذا في حد ذاته يمثل نوع من الانتصار ترجمه للمكانه الاقليميه بالتاكيد والسياسي والدبلوماسيه المصريه والنجاحات المصريه. تمام استاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الارام، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه وكل عام وانت بخير. نذهب الان الى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه. دكتور رشاد بعد التحيه، هناك ايضا بالتاكيد ما يعلق بذهنك من احداث هامه على صعيد الملف الامني والملف الملف السياسي والاقتصادي على مدار 2015، اي منها وايه اهمها ذكرا على بالك الان؟ شوف، هو تلات اتجاهات بيغذوا بعض. نعم. يعني السياسه والاقتصاد وجهين لعمله واحده، والاستقرار السياسي بيدا جداد بيخلي كتير من المستثمرين بيفكر عندي يستثمر عندك، بيفكر دول كتير جدا تيجي تديك منح وتسهيلات وتيسيرات. السياحه مش هتيجي اذا كان في امن، وبدون الامن يبقى السياحه والاستثمارات مش هيجوا. فعشان كده انت بتتكلم عن تلات محاور في الاخر بيصبوا في محور واحد وهو قضيه التنميه في مصر. انما اذا اتكلمت عن احداث اقول بلا جدال الاحداث الاقتصاديه في مقدمتها نجاح مؤتمر مصر المستقبل قمه شرم الشيخ في مارس، نتيجه جهود السيد الرئيس وزياراته المكثفه للصين وروسيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وفي الدول العربيه زار الجزائر والسودان ثم السعوديه والامارات والكويت، كل ده خلى المؤتمر نجح. دلالات نجاحه ايه؟ اولا كم الحضور وتكثيفه، اكتر من 1000 رئيس شركه عالميه كبرى جه شارك في اعمال المؤتمر، اكتر من 30 مؤسسه ماليه ضخمه جت. انما النتائج الاهم من ده كله 33 مليار دولار عقود وقعت مع شركات كبرى و75 مليار دولار وقعت في صوره مذكرات تفاهم. يعني الناس قالوا من حيث المبدا عندنا استعداد، لكن بدايه التنفيذ وما الى ذلك. فده شيء طيب جدا انك تعمل ده. تعرف الرقم ده كبير من امتى؟ لما تقول طب من اول 2005 من اول الثوره في 25 يناير 2011 لغايه النهارده في الخمس سنين اللي فاتوا دول، طب الكم بتاع الاستثمارات كان كم؟ كان 12.2 مليار. اذا انت في ثلاث ايام عملت 33 مليار تم بالفعل توقيع عقود، منهم كان العقود بتاعت ايني الايطاليه اللي اكتشفت الغاز في البحر المتوسط، 33 تريليون قدم مكعب. فده كله الحمد لله نتاج جيد جدا. افتتاح قناه السويس في 6 اغسطس ودي كان ليها دلالتين ثلاثه، لما مصر بتقول هفتتح بعد سنه وبتفتتح بسنه باليوم يبقى في عندها مصداقيه من قبل العالم ومستثمري العالم، بالاضافه التمويل والتنفيذ كان بايد المصريين، فده كان شيء صحي جدا جدا جدا. استتبع ده واستكمله المشروع المرتبط بتنميه محور قناه السويس وشرق التفريعه و9.5 مليون كيلو اللي بيتنفذوا حاليا عشان شرق
بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجستية والخدمية والمزارع السمكية والأنفاق. دكتور رشاد، دكتور رشاد، كل هذه المشروعات هي منجزات بكل تأكيد أفرحت وأسعدت المصريين، لكن المهم هم ينتظرون بالفعل حصاد هذه المشروعات. كيف ترى انعكاس هذه المشروعات على الاقتصاد المصري بشكل علمي ثم على الشارع والمواطن المصري على مدار العام المقبل إن شاء الله؟ دي الواقعة اللي وقعنا فيها في عهد السادات. عهد السادات لما حب يعمل انفتاح اقتصادي وقال أنا فتحت الباب، جات لنا مشروعات كتير، بس جات مشروعات كلها مركزة في ايه اللي حاج بتتكلم عنه، مشروعات شوكولاتة وبونبوني وعطور بتشتغل النهاردة تطلع الانتاج بكرة، الناس تحس بيها بعد بكرة، لكن ده يرجع الاقتصاد ورا. انما انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتبني قاعدة لبكرة وبعده وبعده لأولادك وأحفادك، انت بتبني قيمة اقتصادية. تقول لي طب الناس مش حاسة بالاستفادة دي، اقول لك ايوه، لان انت ما بتبني مصنع هل بمجرد ما خدت الارض الناس حست بالانتاج؟ لا، لانك لسه بتبني المصنع وبتجيب المكن وبتجيب الالات وبتفتح الاعتمادات وبتعمل تجربة تشغيل، فالمصنع بياخد له سنتين. فعشان كده انا بقول بعد سنتين هنبتدي المواطن المصري يحس كتير قوي بثمار التنمية، لكن البشائر بتاعتها الاكتشاف بتاع شركة ايني والغاز اللي موجود، وبرضه هنبتدي نستثمره امتى؟ برضه بعد سنتين. ليه؟ لان في تجارب تشغيل وفي احفار لابيار جانبيه و عشان كده بقول بعد سنتين مصر باذن الله هتبتدي تبقى دوله واعده جدا. يكتفي ان اقول لك في تقرير طلع منين؟ من بريطانيا، من اكبر مركز ابحاث في بريطانيا، بيقول ايه؟ بيقول 2028 مصر ضمن افضل 30 اقتصاد على مستوى العالم. ليه؟ لان انت بتحط الاساس دلوقتي، زي ما بتبني عماره ان ما كنتش تحط اساس صح هتقع بسرعه. يعني اذا الانعكاس لهذه المشروعات وهذه المنجزات على مدار السنوات القادمه. لكن مثلا اذا بحثنا في مجال مواجهه ومكافحه البطالة، مسألة فتح أفاق للعمل والاستثمار الجديد، هل أطلعتنا دكتور رشاد عن هذه الأفاق؟ بلا جدال. أما أجي النهاردة أقول إحنا السنة دي نفذنا من 5000 كيلو متر اللي الرئيس أعلن عنهم 95% منهم، مين اللي بيشتغل فيهم؟ ما هو ولادنا وشبابنا. عشان كده تعال شوف البطالة كان في معدلها كام بعد الثورة في حكم الإخوان، كانت 13.8% معدل. أنت السنة دي بعد ما طلعت 3 دفعات وكل دفعة أكتر من 600,000، السنة دي معدل البطالة بقى كام؟ بقى 12.6%. معنى ذلك إيه؟ إنك خلقت فرص عمل، إنك عملت ترمية. اللي اشتغل في قناة السويس ومحور قناة السويس مين؟ ما هم شبابنا ومهندسينا وعمالنا وولادنا. اذا معدلات البطاله بتتناقص. اقلق انت قوي لو انا عندي معدل كان 5% انما كل سنه يبقى 5.4 5.5 ده بيزيد، اما وانه كان معدل مرتفع وبيقل يبقى انا ماشي على الطريق الصح. وعشان كده انا برضو ببشر الناس بحاجه مهمه، ان باذن الله حاليا مصر، والرئيس يمكن امبارح قال في الخطاب بتاعه كلمه جميله قوي، قال انا ما بعلنش عن المشروع الا لما يجهز ويتعمل. فعشان كده بنقول ايه؟ في 6000 مصنع صغير بيتعملوا في القاهره الجديده، وباذن الله في خلال 3 اشهر هيعلن عنهم وين ده هيتملكهم، ما اولادنا وشبابنا وعمالنا، وبالتالي ده كله بقى المشروعات اللي بتتكلم عنها سريعه الحدث، سريعه الانتاج، سريعه التاثر. تمام. دكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه، نشكرك شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير، ونشكرك على هذه المشاركه. ونذهب الان الى الاستاذ باهي العبادي، مصري مواطن مصري مقيم بالسعوديه. استاذ باهي، بعد التحيه كل عام وانت بخير. من شاركونا عبر الهاتف ذكروا العديد من المنجزات، بقي ان نعرف من وجهه نظرك كمواطن مصري ما الواجب على المواطن المصري مع استقبال عام 2016 للقيام بدور القيام بدعم هذه الدولة وتقوية وتأكيد مراحل التنمية والسير فيها. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة ومصر كلها بخير إن شاء الله، والسنة الجديدة تكون سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. في العديد من الأحداث اللي حصلت كويسة في مصر ومن الشعب المصري، عشان لو كنا هنتكلم على قناة السويس فاللي عملها المصريين واللي دعمها المصريين، ولو هنتكلم عن الضربة اللي هي ردت كرامة المصريين في ليبيا، ولو هتكلم بالأخص عشان المواطنين المصريين للحدث اللي هو حصل امبارح اللي هو بتاع المليون ونص فدان، لما هتكلم على المواطن المصري البسيط يبقى هتكلم عن المليون ونص فدان لخلق فرص عمل للمواطنين. دورنا كمواطنين يا استاذ باهي، دورنا احنا كمواطنين ان نتعامل ازاي في 2016، نبدا ازاي نتفاعل مع هذه المشروعات العملاقه. ما هو انا بقول لحضرتك اهو، المهم المواطن المصري
نعم. المليون ونص فدان دول نستغلهم صح. احنا عندنا الايدي العامله كتير ولله الحمد، عندنا كتير، مش انا اديها بقى للمهندسين، مع احترامي للي هم اتكلموا وقالوا ان دول المهندسين، اين دول المهندسين المصريين؟ لكن انا بناشد كل المصريين في الخارج اللي هم ليهم اوضاعهم في الخارج بان هم يضعوا فكره الاستثمار في مصر، وده هيساعدنا كتير، ومحدش يتكلم عنها خالص النقطه دي، بان هو يناشد المصريين اللي في الخارج بان هم ينزلوا ويجيبوا اللي هم شغالين معاهم يستثمروا في مصر. حتى خبراء ما اتكلمتش عن النقطه دي، انا بتكلم وبناشد كل المصريين في الخارج ان هم يستثمروا في مصر. يبقى هل استاذ باهي، هل من خلال تواجدك في المملكه العربيه السعوديه ممكن ان تقوم بمثل هذا الدور بالتواصل مع الجاليه المصريه والسفاره والى جنوب؟ هذا الدور يا فندم. نعم. انا جاي بمثل هذا الدور، وانا بشكر محافظ سوهاج على استقباله. انا كنت مع دائره مستثمر من هنا واستقبل حسن الاستقبال، وكل الامور سهله ويسر له كل الامور. انا بشكر الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الراجل ده شغال، والراجل ده انا شغال معاه من هنا وبتكلم. يعني اذا تم بالفعل تبني استثمارات المصريين او توجيه المصريين للاستثمار في الداخل والتحويلات. وانا يا فندم ما قلتش تم، ولكن تم عرض كم مشروع في سوهاج من خلال الدكتور ايمن محافظ سوهاج على احد المستثمرين اللي انا قمت بتوجيهه للاستثمار في مصر. فانا بناشد اخواتي المصريين اللي هم ليهم وضعهم، انا ما بناشدش في مصريين كتير هنا شغال عماله. طبعا. انا بناشد اللي هم ليهم اماكن وليهم القدره بالفعل. تمام. فانا اتفضل اتفضل استكمل. اتفضل يا فندم. طيب بس انا بقول لحضرتك انه يعني عندينا احنا، بدل انا ما اطلع العماله بتاعتي بره، فانا عندي كتير مشروعات واستثمر في بلدي وشباب بلدنا يشتغل، ونحن نوقف بلدنا على رجلها كويس. احنا وضعنا دول الخليج واللي هو غير كده والله العظيم. وضمايا بكل تاكيد ان شاء الله المصريين عندهم القدره على نهوض مصر والاستمرار في مراحل التنميه المقبله باذن الله. استاذ باهي العبادي مواطن مصري مقيم بالسعوديه، نشكرك شكرا جزيلا ونهنئك بقدوم العام الجديد. نذهب الان الى الزميلة آلاء حامد لمواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا عبر موقع الفيسبوك. إليك آلاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل محمد ما زالت ترد إلينا الآراء التي تحمل أحداث يروها المشاهدون هي الأبرز في 2015. مجموعة جديدة من هذه الآراء نتعرف عليها معكم الآن، ونبدأ مع حامد الطواب. يقول أهم حدث من وجهة نظري هو محاربة الإرهاب، وأيضا مشروع قناة السويس الجديدة، ومحطة الضبعة النووية، وأيضا محطات الكهرباء الحديثة. أما فرج شلبي فهو يرى أن ضرب داعش في ليبيا ثأرا لدماء المصريين من أهم وأبرز الأحداث في 2015. محمود أبو الليل يقول أهم الأحداث في 2015 هو رجوع مصر بقوة وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وأيضا رئاستها لجنة مكافحة الإرهاب، وأيضا افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع جبل الجلالة، واكتمال خارطة المستقبل، وأيضا استشهاد المستشار هشام بركات تحت يد الإرهاب الغادر، وسقوط الطائرة الروسية في سيناء، تطهير سيناء من الإرهاب من خلال عملية حق الشهيد. مصطفى الدجوي يقول أن هناك العديد من الأحداث، منها افتتاح قناة السويس الجديدة، وإتمام الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل، وأيضا المشاريع القومية الكبيرة مثل المحطة النووية في الضبعة، وانطلاق مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع شرق التفريعة لقناة السويس، وفتح علاقات جديدة مع دول العالم على جميع المستويات بفضل جهود وزارة الخارجية المصرية الرئيس
عبد الفتاح السيسي. مصطفى محمود يقول في وجهة نظري هو يرى بعض الأحداث السلبية مثل سقوط الطائرة الروسية والتي أثرت بدورها على السياحة. أما عويض عويضة فهو يقول أولا أهنئ سيادة الرئيس وكل القيادات الأمنية والعسكرية والدينية وكل الشعب المصري بحلول عام جديد، وثانيا هو يذكر بعض الأحداث التي يراها هي الأهم بالنسبة له من وجهة نظر زيارة السيد الرئيس للكاتدرائية المرقسية أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ورد فعل قواتنا المسلحة الباسلة على ليبيا بالضربة الجوية لداعش لإثلاج قلب كل المصريين ورد شرف لكل مصري، وأيضا فتح عدة مشاريع استثمارية جديدة وكان أحدثها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وإقصاء أكبر عدد من المتطرفين وإحلال الهدوء والاستقرار النسبي. عبد الرحمن عرفة يقول هو يشير إلى بعض أيضا الأحداث السلبية، يشير إلى مثلا معدل التضخم وأيضا مشكلة الطاقة والوقود والغاز. أبو أدهم الحفني الشرقاوي يقول محاربة الإرهاب في سيناء والقضاء على 99% من قوة الإرهاب من أهم الأحداث، وأيضا افتتاح قناة السويس الجديدة وغير ذلك من المشاريع القومية الكبيرة. الفيومي محمد يقول على المستوى العالمي أن البطالة يزداد معدلها. تعليق آخر أيضا يشير إلى حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء واستقالة حكومة محلب وعمل شهادات بعائد شهري ب 12.5% وتولي طارق عامر محافظ للبنك المركزي. أما عبد الحميد صالح فهو يقول أهم الأحداث هو مشروع المليون ونصف المليون فدان. كواعب البرهمي تقول انتهاء أزمة الكهرباء والبترول وتوفير أنابيب البوتاجاز بسعر مناسب وتوفير الخبز وانتهاء الطوابير وتوفير السلع الغذائية الأساسية لكل فرد مدعمة ومحاربة الإرهاب داخليا وخارجيا وتحقيق قدر كبير جدا من الأمن، وأيضا مشروع قناة السويس الجديدة والتعاون المصري الروسي في المجال الأمني والاقتصادي وبدء مشروعات كبيرة مثل المحطة النووية ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وتصنيع قطار مصري وأيضا تجميل محافظة القاهرة والجيزة، وأيضا تتمنى الاهتمام بالصعيد وتقول الاهتمام بالتعليم والصحة أيضا من الأحداث المهمة في 2015. البدري علي يقول من أهم الأحداث في 2015 المؤتمر الاقتصادي وافتتاح قناة السويس وبدء مشروع المليون ونصف المليون فدان والقضاء على الإرهاب في سيناء وبدء إعمار سيناء وأيضا ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار. محمود الضوي يقول أنه هناك المشاريع كثيرة جدا للتنمية في هذا العام، منها بالطبع مشروع المليون ونصف المليون فدان وافتتاح قناة السويس الجديدة. إذن محمد كانت هذه مجموعة أخرى من آراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة، ما زلنا ننتظر المزيد من الآراء والتعليقات لنعود ونستكملها معكم، ولكن الآن عودة مرة أخرى لمحمد سليمان. إليك محمد. الزميلة حامد أشكرك وأشكر مشاهدينا على المشاركة، ونطلب المزيد من المشاركة وإبداء أرائكم حول المنجزات التي تمت على مدار عام كامل 2015. إذا كما ذكرت في بداية الحلقة الملف السياسي، الملف الاقتصادي، الملف الأمني على رأس هذه الملفات، دعونا نستطرد في موضوع المنجزات وأهم هذه المنجزات. سيكون معنا عبر الهاتف اللواء نصر سالم مستشار بأكاديمية نصر العسكرية، والدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية، والأستاذ محمد جمعة مواطن من أسوان. نبدأ مع سيادة اللواء نصر سالم. يعني سيادة اللواء بعد التحية، بكل تأكيد الملف الأمني هو أحد أهم الملفات التي اهتم بها المصريون واهتمت بها الدولة المصرية واهتمت القيادة السياسية على رأس هذه الاهتمامات. من وجهة نظرك ما أهم المنجزات التي تمت في هذا الملف؟ أقول بقول لحضرتك وبقول لكل الشعب المصري والعربي والإسلامي وكل أخواننا المسيحيين كل سنة كل عام انقضاء عام، وإن شاء الله نستقبل العام الجديد بالأمن والأمان إن شاء الله إن شاء الله. طبعا نتكلم من أول في الشق الأمني، وهو الحالة الأمنية اللي احنا حاسين بيها. ببساطة شديدة نقول يا مصريين، كان أعدائنا عايزيننا نبقى صورة من سوريا، صورة من العراق، صورة من ليبيا، صورة من اليمن. شوفوا احنا فين والناس دي فين. الحمد لله مفيش عندنا لا لاجئين ولا مهجرين ولا عندنا اي اعمال ارهابية ولا قنابل ولا اغتيالات.
بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى بنقول النهارده نشوف الحاله اللي احنا فيها واللي كلنا متكاتفين فيها وبنبني بلدنا، وكل الانجازات دي ما كانت لتتم الا في وجود هذه الحاله الامنيه اللي بتشعر بها كل مواطن من رئيس الجمهوريه لاصغر مواطن في جمهوريه مصر العربيه. فمش عايزين نقول ايه اللي في سينا وايه اللي عملوه ولادنا في سينا وعلى ارض مصر كلها، سواء كان في الجبهه الغربيه او على حدودنا الغربيه او الجنوبيه، حدودنا كلها مؤمنه، مصر كلها مؤمنه. قدرت قواتنا في سينا تفرض سطوتها الامنيه تماما لما ولادنا رحمه الله عليهم تعرضوا للحادث الاليم في ليبيا. قبل ما دمهم يجف كنا واخدين بطارهم ورافعين راسنا في قدام العالم كله تمام. والعالم كله لم يجد الا ان هو يهنينا ويشد على ايدنا على هذا العمل، لان احنا لما بنحافظ على الامن انما هو للعالم كله مش لينا احنا لوحدنا. سيادة نقلة تانية الدور عفوا عن المقاطعة، الدور الذي قامت به القوات المسلحة ورجال الشرطة على مختلف ربوع مصر بكل تأكيد واضح ومعلن وبين للجميع، ولكن ما هو الدور المنوط بالشعب المصري ليعاون هذه المؤسسات بالتحديد في القيام بدورها؟ أهم حاجة ما احنا بنقول الأمن دي حاجتين اتنين، مفيش يعني ايه هناك من يحتاج من يستخدم السلاح نتصدى له بالسلاح، ومن يستخدم الفكر عايزين نتصدى له بالفكر. عايزين مؤسساتنا الدينية والفكرية والثقافية تبقى أكثر نشاطا وأكثر انفتاحا، ونقول لهم يا جماعة عايزين يعني حاجة ايه في الاتجاه الصحيح، مش عايزين كلام في المطلق. علماءنا علماء الدين ربنا يفتح عليهم يقعدوا ويشوفوا ايه اللي خلوا الارهابيين دول يعني نقول ايه يستكملوا لهذا الفكر المريض. عايزين نقول لعلماء الاجتماع عملتوا ايه في المجتمع عشان نشوف ايه اللي ممكن نغيره ونبني ولادنا ازاي في التعليم. ايضا محتاجين نقلة كبيرة جدا في تعليم ولادنا النهاردة عشان ما نسيبهمش يبقى عرضة اطلاقا لانه يتجند او انه هو يبقى ارهابي او بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لا، كل واحد الامن الغذائي ده احنا الحمد لله شايفين مصر منفتحة باي شكل، امننا في فكرنا في ثقافتنا في تعليمنا في ديننا في كل حاجة. مش سيادة اللواء انتهز فرصة وجودك معنا. وعي المواطن وحس المواطن الامني كيف يكون المواطن البسيط، ما الدور المنوط به المواطن البسيط لتنمية هذا الوعي الأمني في الشارع في مجال العمل في أي مكان؟ تفضل. أول حاجة التصدي للشائعات السوداء، الدعاية السوداء. نعم. اللي هي أنا أول ما أسمع أي دعاية هل دي في صالح بلدي ولا ضد بلدي على طول بحسي هو ده بحسي الوطني. إذا كنت حاسس إن دي هتضرني ما ارددهاش، وتأكد من مصدرها تمام بالضبط وما ارددهاش عشان لان هو عايزني رددها. انا لو قاعد في اوضه في وقت والدنيا برد وقلت الله انا بردان هتلاقي كل اللي حواليا بردوا، لكن لو ما رددتش هذا الكلام ممكن ان احنا تمر بينا هذه الموجه البارده وما نحسش بيها. تمام سياده اللواء. وعينا الامني وعينا الثقافي، احنا كل واحد فينا لازم يبقى حريص على بلده زي ما بنقول ايه اللي يضرني ما اعملوش. كل واحد فينا عارف ومش محتاج حد يعرفه، بس كل واحد يعمل اللي عليه. بكل تأكيد سيادة اللواء نصر سالم مستشار بأكاديمية نصر العسكرية نشكرك شكرا جزيلا وكل عام وأنت بخير. نذهب الآن إلى الدكتور عادل عامر رئيس مدير مركز المصريين للدراسات السياسية. يعني الدكتور عادل بعد التحية بحثنا وتحدثنا عن المنجزات وعن ما تم على أصعدة وملفات هامة وكثيرة، المصريون في حالة أمل وتفاؤل بالعام الجديد، كيف يمكن التأكيد والتثبيت على هذا الأمل وتقوية الإرادة لاستقبال العام وبدء حياة بكل تأكيد نسعى إلى تغيير معالمها إلى الأفضل؟ نعم، يعتبر عام 2015 يعتبر من أهم الأعوام التي دخلت فيها الدولة التحديات الاقتصادية والمشروعات القومية والمؤتمرات الكبرى، وبذلت جهودا لضخ الدماء في شريان الاقتصاد المصري، ومنها ما تحقق على أرض الواقع ومنها ما هو قيد التنفيذ. ولكن الأهم هو عودة الفكر
الاقتصادي على خريطة المسؤولين بعد إهمال في القوانين والتشريعات أدت إلى هروب الاستثمارات. في عام 2015 شهد قطاع الصناعة العديد من الصندوقات وتغيير الوزراء لتكون النتيجة زيادة استيراد غير البترولية وعودة كل مصانع الحديد والأسمدة بكامل طاقتها وإجراءات بقائية لتفعيل وتفضيل المنتجات المصرية وتوفير 8.8 مليار جنيه بالاعتماد على التصنيع المحلي. ثم يأتي قضية الإرهاب، قضية الحياة أو الموت الأولى لمصر هذا العام، والاختيار واضح، أما الانتصار أو مزيدا من الدماء والانهيار الاقتصادي، وهذا ما لا تقبله القيادة السياسية ولا القيادة العامة للقوات المسلحة التي تعتبر محاربة الإرهاب واجبا مقدسا لا تراجع عنه ولا تهاون في أدائه. قالها مرارا وتكرارا الرئيس السيسي إن رجال القوات المسلحة وضعوا أنفسهم فداء لهذا الوطن ولم يهدى لهم بال إلا إذا فخروا مصر من الإرهاب. وأكدها أيضا القائد العام للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يعني دكتور عادل، دكتور عادل، كل هذه المنجزات هي بالواقع مرئية وملموسة على أرض الواقع، لكن بقي للمصريين دور مهم من وجهة نظرك. ما هو الدور لدعم مثل هذه السياسات على الصعيد السياسي الاقتصادي الأمني كل المجالات المختلفة؟ المصريين لهم دور كبير في الدفع المعنوي ووقوف وراء القيادة السياسية لمواصلة إنجازاتها التي تحققت عام 2015 من خلال عدم الاستماع إلى ما يهدد الدولة المصرية من إشاعات. وقالها الرئيس المصري أول أمس عندما فتح مشروع المليون ونصف فدان أنني لم أضيعكم من قبل، ردا على بعض الإشاعات التي كانت ترددت بأن مشروع صد النهضة قد تم تضييعه، هذا مخالفا للحقيقة. لهذا نقول للمصريين أن القيادة السياسية محتاجة قوة الشعب المصري لتدافع عن كيان هذا الوطن. ثقته بكل تأكيد. تمام. الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وكل عام وأنت بخير. نذهب الآن إلى الأستاذ محمد جمعة، مواطن من أسوان. أستاذ محمد، كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الجديد. كيف ترى أهم الإنجازات التي تمت على مدار 2015؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. كل سنة وسعادتك طيب وكل أسرة البرنامج وضيوف حضرتك الكرام بخير. وأنت بخير. والله يا فندم 2015 دي كلها أحداث يعني مهمة جدا، ما أقدرش نفضل حدث على حدث. الموضوع اللي هتكلم فيه أنا مع حضرتك بالإضافة للي قالوه ضيوف حضرتك الكرام في موضوع، أنا كراجل باحث دكتوراه في القانون الدستوري راجل قانون، الموضوع اللي شايفه من وجهة نظري أنا إن أهم حدث فعلا موضوع قانون الخدمة المدنية. نعم. قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، قانون جميل جدا وزي الفل، وإن كان يعني شوية في الموضوع البنود المالية شوية زي على الموظف، بس بالنسبة بيعامل الموظف معاملة جميلة جدا، ومبدأ الكفاءة ومبدأ الجدارة ومبدأ العدالة في المعاملة، ما ينفعش حد يبقى تحت رئاسة قرايبه مباشرة. لكن والله أنا يعني النص الثاني بتاع سؤال حضرتك بتاع إزاي نساعد الدولة. تمام، دورنا كمواطنين في عجالة في دقيقة أرجوك. طيب في دقيقة فندم، بطالب والله السلطات المختصة يا فندم مزيد من إصلاح الجهاز الإداري المنهار في الدولة. هو مش منهار يا فندم، لا هو ليس منهار، ولكن دعمه وتقويته وإصلاحه. عفوا، هو فقط الأستاذ محمد وقت البرنامج هو الذي يضطرنا إلى المقاطعة، ولكن رأيك المهم واهتمامك بقانون الخدمة المدنية كان شيء عظيم. كل عام وأنت بخير أستاذ محمد جمعة مواطن من أسوان، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ومشاهدينا الكرام، نذهب مرة أخرى إلى الزميلة آلاء حامد للتعرف على أهم الآراء التي وصلتنا إليك. آلاء أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل محمد ما زالت ترد إلينا الآراء حتى الآن، مجموعة جديدة من هذه الآراء نستعرضها سريعا معكم، ونبدأ مع أبو علي يقول نجاح مصر في استعادة مكانتها كبلد قوي عسكريا واقتصاديا والتعاون العسكري بين مصر وروسيا هي من أهم الأحداث من وجهة نظري في العام الماضي. إسماعيل رضوان يقول أيضا المشروع النووي بالضبع هو من أهم المشروعات التي حدثت في عام 2015. أما السيد إمام فيقول الحرب على الإرهاب واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وافتتاح قناة السويس واكتمال الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل. تعليق آخر أيضا يقول أهم الأحداث للعام الماضي إقامة المشروعات العملاقة مثل قناة السويس، والأكثر من ذلك أيضا تقلص العمليات الإرهابية وتخطي المؤامرات الدولية وأيضا انتخاب مجلس النواب. أيضا هو يضيف عدم وجود أي مظاهرات أو اعتصامات في
2015. علي البدري يقول أيضا العلاقات الدبلوماسية المصرية الخارجية التي سعى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي عمل على توثيق هذه العلاقات، هذه من أبرز الأحداث من وجهة نظره. حشمة غازي يقول إقامة المشروعات العملاقة مثل قناة السويس وأيضا مجلس النواب كالخطوة الأخيرة والثالثة في خارطة المستقبل. إذن محمد، كانت هذه آخر مجموعة من آراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة. نشكر كل من شاركنا بالرأي، والآن عودة للختام مع محمد سليمان. إليك محمد. ألا حامد، أشكرك وأشكر مشاهدينا على المشاركات المتكررة والهامة التي بالفعل عددتم فيها أهم المنجزات على مدار 2015. دعونا الآن مشاهدينا نتعرف من الشارع المصري على أهم أمنيات المصريين في 2016. ابقوا معنا. بإذن الله الواحد متفائل إن العام الجاي بإذن الله يبقى أحسن من العام الحالي. إن شاء الله الواحد بيأمل إن حل أزمة سد النهضة دي تكون إن شاء الله بإذن الله اتحلت، تمام، نحل إن شاء الله أزمة المواصلات والمرور دي مهمة جدا، تكون برضو حل أزمة العشوائيات. الكلام ده كله طبعا إن شاء الله الواحد متفائل إن شاء الله السنة الجاية تبقى أحسن من السنة دي. أتمنى عودة مصر على القيادة العالمية أو القيادة الأفريقية. أتمنى أن تعود الديمقراطية وأهداف 25 يناير. أتمنى بالنسبة للمواطن أن يرى حقه في قلب الصحة، يلاقي مكان في سرير في مستشفى، حضانات، يلاقي الأدوية، ما يكونش أدوية كلها مستوردة أو مش موجودة. ألاقي بالنسبة للتعليم، ألاقي إنهاء غول الدروس الخصوصية. أرى منظومة التعليم تم تغييرها. أرى بك إنهاء غول البطالة اللي موجود. أتمنى أن لا تدخل مصر في الحرب بالوكالة خارجيا في أي دولة عربية أو شقيقة. الله سنة 2016 تكون أحسن وفيها مشاريع إن شاء الله، والأمن موجود والنظافة موجودة وكل حاجة موجودة إن شاء الله. المظاهر السلبية في الشعب المصري إن إحنا نبطل نلوث مية النيل. النيل ده هيجي لنا يوم، يعني لو اتعكرت إحنا بنشرب منه. يعني نحاول نرمي المخلفات في المكان الطبيعي بتاعها ونرمي الزبالة في مكانها، وما نكسرش إشارة المرور، ونحترم هيبة الدولة والقوانين. ربي يوفق القيادات بتاعتنا. فتح السيسي شايف ان رئيس الجمهورية راجل محترم جدا، ويعني ربنا يقدره يعدي بلد المرحلة الجاية لان مرحلة مهمة جدا، واللي حوالينا يبين ايه اللي بيغرق مصر. كانت هذه أمنيات المصريين لعام 2016، وبكل تأكيد هي أيضا موضوع حلقة الغد، وسيكون السؤال حول ما تتوقع لمصر عام 2016. كل عام وأنتم بخير، عام جديد، نتمنى لمصر الخير، وتحيا مصر، وإلى اللقاء حلقة الغد إن شاء الله. نشكركم على حسن التابعة.